أهلا ومرحبا بكم في قناتكم عربي في الغربة. بالنسبة للناس الجدد ممكن يعني يعملوا اشتراك ويضغطوا على الجرس بس تلحقهم كل الفيديوهات المتعلقة بموضوع يعني مواضيع يعني الهجرة، الغربة، التأشيرة، وكذلك في بعض الأحيان أني نعمل الفلوغ. ما نطولش عليكم إن شاء الله. موضوع اليوم هو القرار أو المرسوم اللي عمله الرئيس الأمريكي مؤخرا، عنده حوالي 4 أيام، حول قانون التأمين الخاص. أنا قلت باش نأكد منه خاص بالناس مقدمين أو الأشخاص مقدمين على تأشيرة الهجرة، فابقوا معي. عودة من جديد، فهذا الموضوع لا يشمل يعني فئتين، فئة الأشخاص الراغبين أو يعني الأشخاص المتعلقين ب يعني اللجوء يعني اللاجئين، سواء كانوا هنا في أمريكا أو يعني هما عملوا اللجوء رام ينتظروا يعني في الرد، أو سوف يعملون يعني الدخول يعني طريق الدخول إلى أمريكا، الهجرة إلى أمريكا عن طريق اللجوء. هذه الفئة هذه لا يهمها هذا الموضوع، ولكن ممكن يتابعوا معايا هذا الفيديو. والفئة الثانية هي القصر، يعني باللغة الفرنسية لي مينور، القصر، أي واحد قاصر فهذا الموضوع لا يشمله. كما تحدثنا يعني عندها حوالي شهر أو شهرين، قلنا باللي الرئيس الأمريكي يعني هو الآن يطبق ما وعد به الجمهوريين والذين انتخبوا عليه يعني كرئيس لأمريكا. ومن بين يعني قراراته ومراسيم والقوانين هي الهجرة، فهو طبق يعني عمل المرسوم الأول اللي قال يعني حول البابليك تشارج، يعني الأعباء، يعني حتى ليصبح المهاجر هنا في أمريكا لا يكلف على الدولة. يعني تحدثنا عن البابليك تشارج، تحدثنا عن يعني فيما يخص الهاوسينج والفود ستامبس والميديكايد والميديكير، تحدثت عليه وشرحت حوالي 3 فيديوهات أو 4، يعني ممكن تشوفوا هذه الفيديوهات. أما الآن فعنده حوالي ممكن 3 أيام أو 4 أيام، نظن يعني يوم الجمعة أمضى أو يعني دار قرار ومرسوم يشمل التأمين خاص بطالبي تأشيرة الهجرة، ليس تأشيرة يعني السياحة، الهجرة. الهجرة بكل أنواعها، يعني القرعة الأمريكية أو اللجوء أو يعني مثلا شمل، لم الشمل، اسمحوا لي لا أعرف بعض المصطلحات بالعربية الفصحى. لم الشمل يعني واحد يحب يجي عند خوه، عند اختو، عند يماه، عند باباه، عند مرته، جي عند راجلها، هذه هي الهجرة. وكان بعض التأشيرات الأخرى، فهناك بعض المواقع تقدروا تشوفوهم يعني الآن في جوجل أو في صفحة الفيسبوك أو في اليوتيوب، يعني تشترط، وضعت بعض يعني الشروط فيما يخص هذا الموضوع تاع التأمين الصحي. يعني هو دار وضع قرار ومرسوم، يقول هذا القرار والمرسوم وش يقول، اي واحد اي شخص راح يتقدم على تأشيرة الهجرة الى الولايات المتحدة الامريكية لازم عليه يكون عنده تأمين صحي، لازم يكون عنده تأمين صحي. ما معناها التأمين الصحي هنا في امريكا؟ التأمين الصحي هو يعني لازم تكون عندك انشورنس لصحتك، وهذو شركات التأمين هما عبارة عن شركات خواص، يعني البريفي هو اللي يحكم هنا، حتى المستشفيات. وكاين تأمين تاع الدولة هو الميديكير والميديكايد، الميديكير بالنسبة للناس الكبار والميديكايد بالنسبة للناس يعني اللي ما بلغوش سن مثلا 65 سنة.
يعني أي شخص لازم عليه تكون عنده شهر على الأقل، يعني شهر ضمان، يعني راح يدفع التأمين الصحي لما يدخل إلى أمريكا. يعني واحد يحب يجي إلى أمريكا عن طريق الهجرة لازم يثبت قبل دفع الفيزا، يعني قبل حصوله على التأشيرة، يعني يوم مثلا ممكن راح يكون في الملف. يعني لما لو نعطوا مثال مثلا طالبي يعني المتقدمين أو الحاصلين على القرعة، القرعة الأمريكية الجديدة، لأنه هذا القانون سوف يطبق يوم 3 نوفمبر 2019. يعني أنا أي شخص قبل 3 نوفمبر 2019 لا أتحدث معه، لا يشمل القانون. بعد 3 نوفمبر 2019 مثلا واحد نجح في القرعة هذه الجديدة، ممكن يرسلوا له يقولوا له من بين الوثائق أبعث لنا حساب بنكي يضمن لك، يعني يكون عندك كيف نقولوا احنا أموال تدفع بهم التأمين الصحي لما تدخل إلى أمريكا على الأقل شهر، أو ممكن يقولوا له شهرين، أو ممكن يقولوا له سنة، أنا لا أعرف. هما قالوا تأمين صحي، هما معظم الأحيان يقولوا شهر 30 يوم، أو يقولوا له مثلا أدفع قبل ما نعطوك التأشيرة، يعني لازم يدفع. التأمين الصحي هنا عبارة عن شركات خواص، أنا لا أعرف، هما لم يحددوا أي شركة، لأنه ذوك شركات الخواص سوف يعني تبدأ يعني تتلاعب بالأسعار. فبعض المواقع تقول باللي أنه حتى الضامن الذي يضمن فيك لازم عليه يدفع لك سنة كاملة التأمين الصحي، هذا ما راهوش يعني رسمي 100%. وكان بعض المواقع تقول لازم يدفع التأمين الصحي الشخص الذي يعني راه جاي إلى أمريكا يدفع لي $4,000 لكل شهر. يعني مثلا هما راهم يقولوا هكذا، هذه يعني مش رسمي. يعني مثلا ايماجين يعني $4,000 ليه ولزوجته، ومثلا عنده بنته ولا ابنه في عمره 22 سنة، يعني يعطونهم 3 تأشيرات، كل واحد فيهم يدفع $8,000، 8 × 3 $24,000 هذه لازم يدفعها قبل ما يعطوا له التأشيرة، أو لازم يوري لهم باللي عنده الفلوس، يعني عنده الأموال. وحتى لما يدخل إلى المطار لازم يشوفوا هذه الأموال ولازم يتبعوه، يعني مش زعما لأنه بعض الناس يقول لك أي طاوزن يعني $8,000 نحن نشوف نسلفها من عند صديقي يعطيها لهم بعد أنا نجي لهنا ما نجيبهاش معي. لا، لازم تدفع حتى لا تدخل أمريكا، لازم تخلصها، لأنه لما تخلصها راك تحايلت عليهم، ممكن يرفضوا لك يعاودوا يرجعوك للبلاد، ولا ممكن من المطار يقولوا لك أعطينا الأموال تدخل لهم ما عنديش، ممكن يرجعوك. فهذا فيما يخص التأمين الصحي. شوف موضوع التأمين يا جماعة، موضوع التأمين وموضوع الضرائب معقد كثير. أنا شخصيا أدفع التأمين الصحي كل شهر. يعني كاين هنا كثير والكثير من المهاجرين لا يدفعون التأمين الصحي، يعني تلقى 20 سنة هو مهاجر ولا 10 سنين عمره لا دفع يعني التأمين الصحي، فلما يذهب إلى المستشفى الإمرجنسي إلى الاستعجالات يعني ما يدفعش مجانا، ويبقى يعني يتماطل على الدفع. فمن يدفع هذه المصاريف للمستشفى؟ لأن المستشفى هنا في أمريكا مكلف، وهو خاص وطبيب خاص، يعني كله هو في القطاع الخاص، يعني تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية. منين تدفعه؟ من اقتطاعات الضرائب تاع المواطنين مثل أنا وأي أخص أي شخص آخر. لأن الضرائب هنا كاين 4 أنواع وأنا تحدثت عليها في الفيديوهات يعني الماضية. فهذا ما هو يعني في الموضوع. نعود باختصار، يعني قانون جديد أو مرسوم أو قرار جديد يفرض على طالبي تأشيرة الهجرة دفع التأمين الصحي قبل الحصول على التأشيرة الأمريكية، وهذا يعني خلال شهر فقط، يعني مدة التأمين تكون شهر فقط لحد الآن. وهذا المرسوم سوف يطبق يوم 3 نوفمبر 2019 حسب ما جاء في موقع يعني الحكومة الأمريكية، وراح إن شاء الله نعطي لكم الموقع، يعني لا عندي بعض المواقع الرسمية، لأنه قلت لكم التأمين هنا معقد كثير، وكان بعض الناس تأتي إلى هنا يعني هذا قانون موش يعني عنصري، يعني لأنه هما أصحاب الأموال هذا يعني خسروا كثير. يقول لك يعني مثلا يجوا مهاجرين يأكلوا يعني مجانا ويشربوا مجانا، ويعني ما يخلصوا حد شيء، يعني ما يدفعوا حتى مصروف، يعني حتى تكاليف، ومن يدفعها يعني يدفعها أصحاب أرباب الأموال وأصحاب يعني البزنس. يقول لك هذا كثير، فلهذا يعني
غيروا طريقة يعني النظر إلى المهاجر، وهذا راح يعقد كثير ويعقد كثير على يعني نظرة المهاجر إلى يعني هذه البلاد، الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أقول لكم يعني بصراحة، أنا شخصيا بصراحة أنا جديد هنا في أمريكا. سقسوا يعني، ممكن تسألوا يعني الناس اللي جو قبلنا يعني حوالي 20 سنة 30 سنة، والله العظيم يعني صعبت كثير، صعبت كثير، والقوانين صعبت كثير. يعني الحاجة يعني اللي تعجب هنايا والحاجة اللي سهلة هي أنك تجد العمل، ولكن لما فيما يخص الضرائب والتأمينات والله العظيم غير كثير. أنا التأمين يكلفني كثير، أنا شخصيا والله يكلفني كثير، أكثر ممكن حوالي أكثر من $300 في الشهر، والتأمين السيارة كذلك حوالي ممكن حوالي $180 للشهر، وتأمين الهاتف وتأمين المنزل والله كثير. يعني أنا أقولكم صراحة يعني تأمينات كثير، عندك حوالي كل شهر تدفع $500، ولكن أنا شخصيا لما أذهب إلى المستشفى أنا لا أدفع حتى يعني صفر. أنا حتى ولو أدفع شركة تأمين ترجع لي أموالي. أنا تارة يعني نروح لطبيب، طبيب عام يعني ندير فحوصات، ولا طبيب العيون، ولا عند أي طبيب يعني أدفع مثلا الانشورنس، شركة تأمين يعني تضمن لي مثلا 90% أو 80%، وأنا أدفع 20%. يعني مثلا إذا كانت التكلفة $100 عند طبيب، يعني بالنسبة لواحد ما عندوش تأمين أنا أدفع فقط $20، ولما أدفع $20 شركة تأمين يعني ترجع لي هذيك الـ$20. يعني أنا يا ما دفعت حتى شيء. أما واحد ما عندوش تأمين يدفع $100، واحدة ما عندهاش. كاين واحد السؤال يسألوني كثير منه بعض الناس، يعني والله دوخوني بعض الناس، يعني ما فهمتش أنا، هم يحسبوا لوحدهم يعني ديزانتيليجون، والله العظيم شغل هما سمارت، خاصة النساء، بعض النساء يعني ممكن هم يشوفوا هذا الفيديو يقول لك هذا السؤال أنا عييت منه وفهمتهم وحكيت لهم، يقول لك أنا عندي يعني حامل في الشهر السابع ونجي لأمريكا ونولد ويعطوا لي الوثائق ليا والابني ونروح البلاد. كيف يعني انت هذه مش عن بالك، هذه مش غابه يعني، مش غابه يعني. كيف يعني اي واحد عنده تاشيره سياحيه يجيب مرته ولا تجي هي تولد هنا ومجانا وتروح البلاد، ومن بعد يعيطوا لها يقولوا لها روحي تعالي انت امريكيه، وليدك امريكي وزوجك امريكي واللي والبيلوت امريكي واللي داك للمطار امريكي. لا هذا مش غابه، هذا يعني هو الولاده هنا من حوالي ممكن حتى $50,000. هل عندك انت $50,000 باش تولدي؟ على عندك 50,000، ما عندكش $50,000، $20,000 ما عندكش، منين راح تدفع؟ يعني انت لما دفعتيش للمستشفى احنا راح ندفعوا، انا وكل الناس كل الامريكان اللي عندهم وثائق احنا اللي راح ندفعوا يعني في بلاستيك. لانه المستشفى هذا لما تولدي انت مثلا هنا وتروحي البلاد، من بعد 20 سنه يجي ولدك ولا 18 سنه يقول لهم انا امريكي، ما يقبلوش، ما حش يعطوا له الجنسيه اصلا، هم يعطوا له فقط سوشيال سيكيورتي نمبر، ما يعطولوش يعني يقولوا له انت ما عندك لا لغه، ما عشت هنايا، ما قريت هنايا. يعني هذه بلاد مش فوضى ولا غابة ولا رانا في عصر قبل ظهور الإنسان ولا عصر الحاج. كاين قانون يا امرأة يا مخلوقة كما يقولوا، كاين قانون. تجي لأمريكا صحت عندك إمرجنسي، جاتك فترة الولادة، يدخلوك سبيطار يولدوك، ما حش يمنعوك عند الباب، ولكن بعد الولادة يعطوك الفاتورة $25,000، تقول لهم ما عنديش تروحي البلاد، ما تبقاو تبعوا فيك، ما تخلصيهاش احنا يا نخلصوها يعني احنا ولا واحد اخرين، وما حش يعطوك وثائق انت. كيف انت ولد ولا وليدك زاد هنا يعطوك لا ناسيوناليتي ولا سيتيزن. وفي هذا الموضوع يعني باختصار راح ممكن راح يزيدوا، هما راهم يقولوا دائما باللي راح يديروا الجنسيه الامريكيه 7 سنوات بالنسبه للناس اللي تاع الهجره للقرعه الامريكيه، مازال ما تبقوهاش، وكذلك ممكن راح يدخلوا اللغه الانجليزيه. يعني الان بعد ما داروا البابليك تشارج راح يطبقوا قانون تاع التأمين، هو حوالي 95% 99% حيطبقوه قانون التأمين، من بعدها يروحوا اللغة الإنجليزية، ومن بعد يروحوا الجنسية الأمريكية، يرجعوها في 7 سنين، لأنه الآن هي 5 سنين بالنسبة للناس اللي دخلوا إلى أمريكا عن طريق القرعة الأمريكية، و3 سنوات بالنسبة للناس اللي تزوجوا مع سيتيزن، يعني أمريكان سيتيزن، يعني زوج أمريكي ولا زوجة أمريكية. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. هذه هي، هذا واش عندي في الموضوع. الا كان جديد راني ندير لكم لايف ونحكوا عليه. ولا نسيت حاجه، انا لاني ما كتبت حتى شيء، يعني ما كتبت اي شيء في الورقه، وما نحبش نكثر عليكم ونطول عليكم. هذا واش قلت لكم يعني باختصار، هذا الموضوع لا يتعلق باللاجئين ولا يتعلق بالقصر، فيتعلق فقط بالناس اللي راح يطلبوا يعني تاشيره الهجره، مش تاشيره سياحيه، تاشيره الهجره الى الولايات المتحده الامريكيه. فلهذا قبل الحصول على التاشيره يطلبوا منك أن تدفع شهر على الأقل، شهر تاع تأمين صحي، أو لازم لك أموال، قلت أو لازم لك أموال تثبت لهم بلي أنك لو لما تدخل إلى أمريكا تدفع
التأمين الصحي شهر، وهذا يعني راح يولي على الأقل شهر، ممكن يقولوا سنة، ممكن يقولوا شهرين، ما بين حد شيء. يوم 3 نوفمبر إن شاء الله راح يبان. والسلام عليكم ورحمة الله.